ننتقل إلى الزميل بسام البدوي وضيفه الكريم سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان الشقيقة للحديث حول العلاقات البحرينية العمانية والزيارة التاريخية لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة إلى مملكة البحرين. مشاهدينا، تعتبر العلاقات بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة نموذجا للعلاقات بين الأشقاء على جميع المستويات الرسمية والشعبية. وحول أهمية هذه الزيارة يسرنا أن ينضم إلينا في استوديو مركز الأخبار سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان. أهلا بك سعادة السفير. يا مرحبا فيكم ومشكورين على هذه الدعوة والاستضافة. شكرا على قبولك الدعوة سعادة السفير. حدثنا بداية عن تطور العلاقات البحرينية العمانية وأبرز ما يميزها. طبعا علاقات البحرينية العمانية علاقات تاريخية راسخة أرساها الأباء والأجداد منذ عقود من الزمن، فهذه العلاقات تضرب بجذرها في أعماق التاريخ بين حضارة الدلم والمجان، يعني في أكثر من 5000 سنة، وعلاقات الآن في تنامي على مختلف المجالات. فنتمنى إن شاء الله أن تشهد هذه العلاقات المزيد من التطور والازدهار. نعم. في ظل التوجيهات السامية من القيادة الحكيمة في كلا البلدين. نعم، بالتأكيد سعادة السفير، لا شك في مملكة البحرين نعتز كثيرا بزيارات جلالة السلطان إلى مملكة البحرين. حدثنا عن أهمية هذه الزيارة. طبعا هذه الزيارة مهمة جدا، هذه الزيارة تجسد العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين، وطبعا هذه الزيارة سوف تفتح آفاق أرحب للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية والمجالات الاجتماعية والمجالات الاقتصادية والاستثمارية. نعم. والتي بلا شك إن شاء الله سوف تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. بكل تأكيد. وفي الختام نشكرك سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم على الاستضافة.